السيد محمد بن سعد. السيدة سمية بن حسن. السيدة سمية بن حسن. السيد محمد ساماتو. أساتذة أفنوا عمرهم أو جزءا منه في تدريس مواد لأجيال وأجيال من خريجي جامعة محمد الأول من كفاءة هذا الوطن المساهمين في بنائه وتنميته. السيد محمد عزيزي أستاذ التعليم العالي شعبة. وحضور للمرأة في المحطة الكبرى لتنمية جامعة محمد الأول بوفاء وتفاؤل إلى جانب الرجل من أجل صنع مجد هذه الجامعة كل من مؤسستها. السيدة نجمة بوشنافة. والنساء اللواتي يساعدن الرجال، النساء شقائق الرجال في العمل والتفاني والخدمة، خدمة كل مكونات المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول. السيد عبد الحميد. السيد محمد. خبرات هذا الوطن، خبرات هذه الجهة، خبرات هذه الجامعة، وكفاءة تضع أنفسها رهن إشارة العلم والمعرفة في تطوير كفاءة أجيال وأجيال، وما يزال ولا يزال العطاء مستمرا حسب موقع كل واحد منهم ومنصبه في التأثير والسهر على أن يكون العلم والمعرفة رسالة نبيلة مستمرة أبدية صرمدية خالدة. السيد محمد فاروس. للجامعة كذلك أطر وموظفون كل يشتغل من منصبه ويساهم في سيرورة مؤسسته بخدمة الطالب والأستاذ والعلم والمعرفة.
وأدعو السيد رئيس جامعة محمد الأول والسيد عميد كلية العلوم في النيابة لتسليم شهادة التقدير وهدية بالأقسام والمصالح والإدارة يحاول كل واحد من موظفي جامعة محمد الأول وأطرها أن يخدم الجامعة بكل مكوناتها بإخلاص ووفاء إلى أن وصلوا إلى هذه المحطة، محطة إحالة على التقاعد، فيبقى العطاء مستمرا والصلة مرتبطة بهذه الجامعة. السيدة فريدة في هذه الجامعة والمساهمة في بنائها ورقيها وتنميتها كل حسب موقعها ومنصبها، تجمعنا مع تصفيقتكم الحارة حضرات سيدة السادة تشجيعا للمرأة رجالا ونساء الجميع من أجل تميز جامعة محمد الأول. حضرة السيدة والسادة، قلنا قبل قليل إن أحد المكرمين كان قادما عبر القطار، وصل المكرم السيد رشيد هواري من الأطر التي تفتح أبت هذه اللمة الأسرية العائلية إلا أن نحتفي به ونحتفل حتى يكون الجميع. الأيادي البيضاء والخدمات الجلة الوفاء والإخلاص بإتقان العمل وخدمة التنمية جامعة محمد الأول. السيد عبد القادر بن جيلاني مساعد تقني لكلية العلوم، طبعا لا بد ان يكون هؤلاء الموظفون قد تدرجوا بين مختلف المصالح والاقسام من اجل خدمه مكونات جامعه محمد الاول والمساهمه في رقيها وتنميتها حسب كل موقع ومنصب. الآن مع